بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الأطيبين الأطهرين. السادة الأفاضل الحضور، الشخصيات الكريمة، العوائل المضحية والمعطاء، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء السنوي المبارك، وسلام من الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لسنا نغالي إذا قلنا أن العوائل المضحية والمعطاء هي العمود الفقري للثورة التي بها قوام الوطن والنجاة من رقبة الحكم الخليفي الأسود، إذ لولا صمود هذه الأسر الصبورة ومقاومتها، ولولا تأكيدها على البقاء على النهج الثوري الذي كان عليه أبناؤهم الشهداء، واستعدادهم لبذل المزيد من التضحيات، لما كنا نشاهد اليوم كل هذا الزخم الثوري المتنامي والمتصاعد، ولما عمم على جميع فئات الشعب، وما كنا نلمس بوضوح تخبط العدو الخليفي في قراراته ومواقفه بعد أن تيقن بأن أيامه أصبحت معدودة ومات لا تفصله عن نهايته السوداء على أيدي شعب البحرين الأبين إلا النزر القليل من الأيام، وها هو لا يكاد يغمض عينيه إلا ويرى كابوس حبل المشنقة قد طاق على رقبته الذليلة. فلكم الفخار والعزة يا من تربى في أحضانكم من جعلوا أرواحهم على أكفهم في الدفاع عن المقدسات والحرمات وحقوق الشعب وكرامته، وستبقون على مر السنين مشاعل مجد تقتبس منها الأجيال دروس العزة والحياة الكريمة، وبفضل الله وتسديده ثم بفضل مقاومتكم وصمودكم وصبركم سيحقق شعبنا الأبي في القريب العاجل أهدافه المشروعة التي نص عليها ميثاق اللؤلؤ بإذن الله. ختاما نرحب بكم مجددا، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي ما كان ليكون متألقا لولا حضوركم المتميز، وشكرا لكم على تلبية الدعوة في شهر فبراير الإباء. ولشعبنا الأبي نقول إن إضراب الإباء قادم ليزلزل عرش الظالم، وما النصر إلا من عند الله. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير الأحد 1 فبراير 2015، جزيرة النبي صالح، البحرين المحتلة.